عمرك سمعت بالمقولة اللي بتحكي ما تضحكش بلاش تموت من الضحك؟ يمكن انت بتفكرها مزحة، بس انا اليوم بدي اورجيك انها هاي موجودة، وموجودة على ارض الواقع في قبيلة اسمها فورس بيت. في بابو غينيا عندهم اذا دخل حدا في نوبة ضحك بيتوقفش غير لما يموت، بضل يضحك يضحك يضحك. كيف احنا لما نضحك بنضل نضحك لعبين ما نحكي هاي المقولة؟ هم عندهم بتصير بالضبط. بس ليش هم عندهم هاي الميزة انهم بيموتوا واحنا منموتش؟ اجينا للمهم وللتفسير العلمي، تعالوا اقولكم. السبب العلمي لهي الظاهرة انهم عندهم لما اي حدا يموت من اصحابهم او اهلهم او حبايبهم انهم بيطبخوه بمي سخنة، بحطوا عليه بهارات معينة وخضرة، وبيحرصوا على اكل النخاع الشوكي الموجود بالعظم. وبسبب هذا الاشي اللي بيعملوه سببت لهم هاي الشغلة جرثومة في دماغهم، انه لو ضحكوا بيقدروش يوقفوا غير لما يموتوا. وهم مش متعودين زينا انه يعيطوا على الميت او يعملوا له عزا ومراسم، لا، هما بيفرحوا وبيرقصوا وبيطهوه وبياكلوا. واذا بدك تسالني ليش هيك بيعملوا، انا اجي تجاوبك. بيعملوا هيك ظنا منهم انه هيك بتحرروا الاموات، او هيك طريقه تحرير الاموات عشان انهم يرجعوا على الحياه. والله العظيم يا جدع، الجدع ده بيسمع حاجات غريبه وعمال. هاي القبيلة من أكثر القبائل المهددة بالانقراض، لأنه سنوياً بيموت منها أعداد طائلة جداً من الأموات بسبب الضحك. أضحك محمد، أضحك 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 أضحك